يعني انت اليوم الصبح مرعوب شفت هذا الشيء على السياره شفت اكلت ضبط لحظه انت اليوم الصبح مرعوب شفت هي على سيارتي فكرت حالي اكلت ظبط قد ما انا خايف من موضوع انه قانون السير الجديد ومعودين انه ما في قانون مثل ما لازم، يعني لازم الواحد يحفظ كتير مزبوط الديتيلز لازم يعملهم بالنهار ويمشي فيهم بسيارته حتى ما ياكل ظبط بالقانون الجديد. انا بدي اوجه تحيه لسكر دكاني هالجمعيه اللي هي بتحارب الفساد، اليوم بطاقه توعيه اللي موزعتها على الطرق اللي حطتها على السيارات 1000 قتيل و10000 جريح سنويا بسبب حوادث السير الناتجه عن فساد مؤسسات الدوله. تحيه لكم سكر دكاني، بس ما تنقزونا بهالطريقه، على القليل غيروا لون الورقه اللي محطوطه على السيارات لانه عن جد فكرنا اكلنا ظبط.